أشاد وزير الداخلية محمود توفيق بالدور الوطني المشرف للكنيسة المصرية في نشر قيم التسامح بين أبناء الوطن. جاء ذلك خلال زيارته لقداسة البابا توادروس الثاني بمقر الكاتدرائية بالعباسية لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد. من جانبه أشاد البابا بالجهود المضنية التي يبذلها رجال الشرطة وتضحياتهم العظيمة في مواجهة تحديات المرحلة الحالية، مؤكدا تكاتف ومساندة أبناء الشعب للأجهزة الأمنية في أداء مهامها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.